لأرواح الطلاب هذول اللي احنا الله. صباح الخير مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على فيسبوك. نحن معكم مباشرة من مدينة طرابلس وتحديدا من شارع المدارس، وبالتحديد أكثر من مدرسة الصلاح والإصلاح في هذه المدينة التي تقف الآن في هذه الأثناء دقيقة صمت مع هذه الطلاب، يعني يقفون والإدارة أيضا مع ضحايا القصف الإسرائيلي الهمجي الذي طال سيارة يوم أمس في الجنوب اللبناني، وراح ضحية هذا القصف 3 طلاب بالإضافة إلى جدتهم، كانوا يستقلن سيارة في الجنوب، وقال العدو الإسرائيلي بأن هذا الاستهداف جاء على خلفية اشتباه الطائرات بنقل هذه السيارة لجنود أو لإرهابيين يقاتلون بصف حزب الله والفصائل المقاومة في الجنوب. طبعا سيكون لنا كلمة أو مداخلة قصيرة مع مديرة هذه المدرسة سيدة غنى معرباني. يعطيك العافية سيدة غنى. اليوم هذه دقيقة الصمت، كان في كثير من المدارس وكثير من الأساتذة والإعلاميين والناشطين عم بيطالبوا الوزير بأنه يكون في حداد وليس فقط دقيقة صمت. اليوم وقت اللي بيوقف طلاب مثل هول دقيقة صمت، شو بنجرب نقول لهم؟ هلا قرار الوزير هو صحيح انه ما لازم يكون في عطلة نهار كامل، ضايت صمت، ضايت الصمت بنفس الوقت بتحسس انه صار في استهداف لهالضحايا هدول مقالون عليه ابي اي شيء، الاستهداف الاسرائيلي المجرم اللي صار عليهم. بجميع الاحوال هن بيشاركوا، كل المدارس حتشارك بضايت الصمت، هي مجرد ما صار في ضايت صمت يعني صار في حزن بالقلب للكل، يعني مش ضروري العطلة. والتوعية للطلاب، شو منقول للطلاب اليوم؟ نحن ليش واقفين ضايت صمت؟ ضايت صمت لازم يعرف انه في ضحايا كتير، في عالم كتير عم تنظلم، في عالم كتير ما له علاقة، نفس الوقت بيتذكروا اللي عم بيصير بغزة وهيدي الإجرام اللي عم بيصير، وحتى الأطفال عايشينها، بحسهم نفسيا عايشين هالقصص هيدي، بدنا نحاول نحن نفهمهم شو هي التضحية للوطن، بالأخص لبنان بحاجة كتير لحتى يفهموا هالشي. شكرا لك استاذة غنى معرباني مديرة مدرسة الصلاح والإصلاح في طرابلس. إلى ذلك يعني مشاهدين الكرام، كان هناك بيانات استنكار كبيرة يوم أمس منها لرابطة أساتذة التعليم الثانوي التي شجبت هذه الجريمة النكراء بحق براءة الأطفال، وقالت في بيان إن رابطة أساتذة التعليم الثانوي في لبنان إذ تستنكر هذه الجريمة النكراء التي نفذتها آلة العدو على طريق عيترون عيناتا مساء اليوم يعني أمس بحق 3 طالبات بعمر الزهر وبحق جدتهم وحرمتهم الطفولة وحرمتهم الطفولة وحضن أمهم الجريحة. أيضا هناك كان بيانات استنكار من نواب مدينة طرابلس وأيضا لفعاليات في هذه المدينة وعلى امتداد الوطن. أيضا نقابة المعلمين دعت ليوم حداد تربوي اليوم في المدارس، ولكن طبعا قرار وزير التربية كان واضحا بعدم تعطيل المدارس، فقط الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهيدات اللواتي لقينا حتفهن يوم أمس في هذا القصف الإسرائيلي الهامجي على سيارتهم. وكانت انطلقت أيضا حملة الحداد واجب أخلاقي من قبل التنسيق الإعلامي، هو مجموعة إعلاميين كانوا قد أطلقوا هذه الحملة لحث وزير التربية عباس الحلبي لتعطيل هذا اليوم، ولكن لم تلقى هذه الحملة جوابا واكتفى الوزير فقط بهذه الدقيقة دقيقة الصمت على أرواح الشهيدات 3 وجدتهم. إلى ذلك مشاهدين الكرام، يعني العدو الإسرائيلي لا يفرق بين مقاتلين على ساحة الجبهات ولا حتى بين المواطنين المدنيين الذين ليس لهم علاقة بأي عملية قتال. إذن مشاهدين الكرام، في طرابلس وفي كل لبنان يقف الطلاب الآن هذه الدقيقة دقيقة الصمت على أرواح الشهيدات 3 وجدتهم الذين لقوا حتفهن يوم أمس في القصف الإسرائيلي على سيارتهم. إذن مشاهدينا الكرام، هذا كان كل شيء من مدينة طرابلس. كنا معكم أنا بلال المرعبي وزميل على التصوير مهدي فتاح. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.